رحلة ساحرة ممزوجة بالدهشة والغرابة، نتجول فيها بين قبائل العالم ونتعرف على حياتهم الغامضة وعاداتهم المدهشة. أحدها يعيش سكانها في البحر، وأخرى سكانها لا يشيخون. أما الأغرب فتلك التي يتصف رجالها بالأنوثة. هل أنت مستعد؟ فلنبدأ رحلتنا. قبيلة تشامبولي هي قبيلة تتمركز في غينيا وتتخذ نمط أسلوب حياة مختلف عن جميع سكان الكوكب، ليس بالعادات والتقاليد بل بأسلوب التعامل والتكوينات. فإذا كنت تتوقع أن نساء ورجال تلك القبيلة مثلنا تماما فأنت مخطئ، فالرجال هناك هم مثال عن الأنوثة لدى بقية العالم، أما النساء فأدوارهم تشابه أدوار الرجال في العادة. النساء مثلا متجردات من العاطفة ويتمتعن بسلطة تامة على القبيلة، وتكون الأنثى هي الآمرة الناهية بالكامل. أما الرجال فلديهم إحساس أقل بالمسؤولية، وكأنهم ليسوا القوامين على أبنائهم. ففي تشامبولي تقوم النساء بصيد الأسماك وجمع الطعام في الوقت الذي يتجه فيه الرجال لتزيين شعورهم وحمل الأقنعة، ويتدربون على الآلات الموسيقية. وعلى الرغم من عبادتهم للفنون فإن النساء لا تبدي اهتمامها الكبير فيها، في حين يعيش الرجال نشاطاً مستمراً مع الفنون. أما عن المسؤولية فهي مختلفة تماماً عن بقية البشر، حيث تعمل النساء سوياً في أغلب الأوقات في جو يملأه الشعور بالمودة والمسؤولية الكبيرة لتأمين قوت عوائلهم وزيادة ثروتهم. لكن العلاقة بين رجال تلك القبيلة أشد غرابة من النساء فيها، فالعلاقات يسودها التوتر والترقب، وتكثر فيها الملاحظات والانتقادات اللاذعة التي يملأها الخبث كما يصفها رجال القبيلة أنفسهم. ومن خلال تلك الثروة التي تجمعها النساء والتي تكون أغلبها من نسيج وبيع شباك صيد البعوض، يذهب الرجال للتسوق في أبهى حلة ممكنة لكل واحد منهم، فيتباهون بالريش والزينة ويساومون بشدة على سعر كل قطعة يريدون شراءها، مع الحرص على صرف كل قطعة نقدية لكي لا تذهب تلك الأموال دون فائدة. ويذكر البعض أن ذلك الاختلاف ينطبق أيضاً في النشاط الجنسي، حيث عادة ما تبادر النساء في بداية العلاقة، وبهذا يمكن تصنيف تلك القبيلة من الأغرب في العالم. فقد تجد قبائل كثيرة تختلف في العادات والتقاليد، لكنها لا يمكن أن تختلف في أسلوب الحياة ومسؤولياته لهذا الحد. ويمكن أن يكون الأقرب لتلك القبيلة هي قبيلة الهيمبا في إفريقيا أيضاً، والتي تستقر في شمال ناميبيا، والتي لا تزال تحافظ على طريقة حياتها البدائية القديمة، حيث تضع قدسية خاصة للمرأة، يعتقد البعض أنها قبيلة خاصة بالنساء فقط. فالمرأة هي العنصر الأكثر فاعلية في المجتمع، إذ تقوم بالأعمال والأعباء التي تتطلب جهداً، وذلك لاعتقادهم أن المرأة أقدر على أداء هذه الأعمال من الرجال، ولديها ما يكفي من الحكمة لتدير شؤون القبيلة دون تدخل من الرجال، الذين يقضون جل وقتهم في شرب الخمر والتسكع دون عمل. وتتشابه مع تلك القبيلة العديد من القبائل الأخرى حول العالم، مثل قبيلة الموسو الصينية، والتي يطلق عليها لقب مملكة النساء بسبب اضطهاد الرجال فيها بكل تفاصيل الحياة، حتى أنه يحرم من كلمة الأب لعدم وجودها في لغتهم الأم. وفي الهند تتشابه مع تلك القبائل قبيلة خاسي، التي استلمت فيها النساء زمام الحكم ويصدرن قوانين تقدس المرأة وتحجم الرجل بشكل كبير. تتعدد تفاصيل تلك القبائل وتختلف أنماط الحياة بين كل منها، لكن قبيلة تشامبولي تبقى الأغرب بينهم، ويمكن أن تكون الوحيدة التي لا يوجد مثيل لها أبداً، حيث يسجل فيها الاختلاف لدى الرجال والنساء وليس طرفاً واحداً فقط. الباجاو غجر البحر هم من الشعوب البدوية المسلمة الآسيوية، مشتتون على طول ساحل أندونيسيا وماليزيا والفلبين،
أعدادهم غير محددة وتقدر ببضعة ملايين، ويتكلمون العديد من اللغات واللهجات، أهمها لغة الملاو. كسروا مفهوم البدوية وعيش الصحراء، وسكنوا في عرض البحر في أكواخ بسيطة من القش أو في قوارب الصيد، بعد أن تم نفيهم من حياة اليابسة منذ قرون. ومنذ ذلك اليوم يولدون في البحر ويموتون فيه، لذلك عملوا في بادئ الأمر بالقرصنة، ثم جعلوا من الصيد حرفتهم ومصدر رزقهم حتى الآن. لا هوية لهم ولا يعرفون نسبهم وأعمارهم، يعرفون أسماءهم فقط. ليس لهم وطن ولا يسكنون مكانا محددا، بل يتنقلون هنا وهناك، فأسموهم غجر البحر. فكرت بحوريات البحر، أليس كذلك؟ إذن أنت مخطئ. هذا لقب شعوب الباجاو، فللباجاو قدرة على الغوص لعمق 50 مترا ولمدة تقارب 15 دقيقة، وكل ذلك بنفس واحد وبدون لوازم الغوص، حاملين معهم خطاف الصيد فقط، فيسيرون داخل الماء وكأنهم على اليابسة. كيف ذلك؟ لا تستغرب، فهذه حقيقة أثبتها مركز علم الجينات في جامعة كوبنهاغن في عام 2016 بعد إجراء اختبارات على 80 شخصا. تم الاكتشاف أنه ومع مرور الأيام تطورت الجينات عند الباجاو لتتكيف مع حياة البحر، فتضخم حجم الطحال لديهم بنسبة 50%، الذي يعتبر خزان كريات الدم الحمراء المشبعة بالأكسجين، فعند انقباضه يمنح الجسم دفعة جديدة من الأكسجين. ولمنع استهلاك الأكسجين بكميات كبيرة يستخدمون عضلات معدتهم التي تعمل بدورها بالسيطرة على انبعاث الهواء من الرئتين، لتصبح دقات القلب لديهم لا تتجاوز 30 ضربة بالدقيقة. وبعد كل هذا، ألا يستحقون لقب أفضل غواص العالم؟ فهم يتعلمون الغوص قبل المشي، وليس هذا فقط، فهم يصطادون ما يعجز عنه غيرهم من مختلف وأغرب أنواع الأسماك. لكل منا مخاوفه، ولكن للباجاو مخاوف مختلفة عن باقي البشر. إنهم يعانون من دوار اليابسة بدلاً من دوار البحر، فهم يخافون السير على اليابسة، ربما لأنهم يقضون 60% من يومهم يصطادون داخل الماء، أو أن عيشهم في البحر طويلاً عكس مفاهيم الحياة لديهم، لدرجة أنه أنساهم النقود فلم يعودوا يعرفونها، فنساؤهم هي من تبيع الأسماك التي يصطادها الرجال مقابل لوازمهم الأخرى من ماء الشرب والأرز والخضروات وغيرها، حتى أنه إذا أراد أحدهم الزواج فإن مهر زوجته هي كميات من الأرز. ولعل أكبر مخاوفهم هو العيش على اليابسة وترك الحياة التي توارثوها عبر الأجيال، فقد أصبح العيش داخل الماء غير آمن بالنسبة لهم، فزلزال تسونامي وموجاته الضخمة القاتلة تدمر بيوتهم في كل مرة ولا تبقي لها أثراً، والتي لا يستطيعون بناءها من جديد بدون مساعدات إنسانية. ولعل موجة تسونامي عام 1992 كانت الأخطر، فقد قتلت عشرات الآلاف منهم رغم قدرتهم الكبيرة على الغوص. وكما أنهم يتعرضون لضغوطات من قبل الدول للانتقال والعيش على اليابسة، فانتقل بعضهم لليابسة، ولكن بقي الكثيرون غير قادرين على ذلك. تعددت الحكايات في أصولهم، البعض يقول أن أصولهم تعود إلى قبيلة كانت تسكن اليابسة، وكان لهم ملك مستبد، وذات يوم ابتلع الماء ابنته التي كانت مسؤوليتهم حمايتها، فأمر بإعادتها، فلما فشلوا خافوه وقرروا البقاء في الماء. وفي رواية أخرى أنهم هاجروا مجبرين من الفلبين، ورفضتهم ماليزيا ومنعتهم من العيش على أراضيها. وقيل أنه كان هناك رجل ضخم اسمه باجاو، وفي يوم من الأيام ذهب للصيد في عرض البحر، وكانوا قد خططوا لقتله، إلا أنه نجا منهم وتوارثت الأجيال سيرته. ولكن مهما قيل عن ماضيهم من قصص، فإن الحقيقة الواضحة أنهم شعب يعيش الفقر الشديد، وإلى يومنا هذا لا يملكون شيئاً، ولكنهم يملكون ذلك القلب الطيب والضحكات البريئة التي لا تفارق وجوههم. شعب الهونزا.
في عام 1984 بمطار لندن، ساورت رجال أمن المطار الشكوك حول رجل في جواز سفره هو من مواليد عام 1932، بينما شكله لا يوحي بأنه تجاوز حتى 30. فحكى حينها الرجل عن موطنه الهونزا، حيث تسكن قبيلة مسلمة لا تمرض ولا تشيب، يعيش أفرادها لأعمار تصل حتى 145 عاماً، سن الشباب ليس أقل من 70 عام بالقوة والصحة والنشاط. السرطان والسكر والبدانة وضغط الدم لديهم ليست أكثر من أمراض خيال علمي. إن رأيت نساءها قد تحسب إحداهن عشرينية بوجه النظر، وإذ بها سبعينية أكل الدهر عليها وشرب. قد تتزوج وتحمل وتلد وهي في أرذل العمر. لا وسائل تكنولوجيا هنا، ولا وقت للسيلفي، ولا وسائل نقل أو مواصلات، بل جهد بدني دائم مدى الحياة. تسكن القبيلة عند جبال كاراكورام شمال باكستان، في واد له من سكانه نصيب، فبات وادي الخالدين. فما هو سر شباب شعب الهونزا المسلم؟ في باكستان تعيش قبيلة الهونزا المسلمة على مذهب الطائفة الإسماعيلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 920 ألف نسمة. أما اسم شعب الهونزا فيعني متحدون في جبهة واحدة كالسهام. يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة يومي هو السر وراء شبابهم الدائم، حيث يقوم نظامهم الغذائي على الخضروات النيئة والفواكه، إضافة للبروتين الموجود بالحليب والبيض والجبن، فيما لديهم فترة صيام صحي مدة 3 أشهر كل عام لا يتناول فيه أفراد القبيلة أي نوع من الطعام باستثناء العصير الطازج. أما الاستحمام فهو حصرا بالماء البارد حتى في أكثر أوقات السنة برودة، والركض لمسافة تصل 20 كيلومترا مع الضحك هو نمط حياة يومي، ما يعطي الرجال في الثمانينات بنية الشباب والنساء نضارة الأطفال، حيث تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب في سن 70 عاما، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية على التحمل. يجعلهم غياب تكنولوجيا يرهنون الحياة بالجهد البدني فقط، كما أنهم بارعون في رياضة اليوغا وجلسات التأمل الروحي. رغم القوة البدنية الهائلة واكتمال اللياقة البدنية، إلا أن شعب الهونزا ليست لديه أنشطة صناعية أو تجارية لتقتصر أعمالهم على بيع الفاكهة والخضروات بالأسواق، وهو ما لا يدر عليهم دخلا كافيا. لذلك تعيش تلك القبيلة بمعظم مناحي حياتها على المعونات المالية من المنظمات الدولية التي لا تخشى أي نفقات صحية على شعب الهونزا، الذي ساعدته طرق حياته البدائية على رعاية صحته بشكل فائق. فلم يعرف سكان القبيلة حتى اليوم بأي من أمراض العصر، مثل السرطان والسكر والبدانة وأمراض ضغط الدم، كما لم تصل إليهم أي من الأوبئة التي انتشرت في العالم حديثا أو قديما، فيما تبقى العلة الصحية الوحيدة لشعوب الهونزا اضطرابات العينين جراء تعرضهم للأدخنة الصاعدة من النار المستخدمة في طهي الطعام. هل تعرف قبائل أخرى لديها أنماط حياتية غريبة وتود أن تخبرنا بها؟ لا تتردد واكتب لنا ذلك بالتعليقات.